تصور نفسك جالسا في زاوية من مقهى مظلم، والدخان يتصاعد ببطء كأنه يحمل كمية من الأسرار القديمة، والموسيقى تنساب بهدوء وتحاول أن تخفف من صمت المكان. فجأة يدخل شخص بهيئة غريبة، رجل بوجه شاحب وعيون مليئة بالأسرار، تحس بانعكاسها صورة لروح معذبة قد رأت من الحياة أكثر مما تحتمله الروح البشرية. هذا الرجل هو الشخص الذي أبحر في كتاباته في أعمق بحار النفس البشرية، وخرج منها بكنوز عظيمة من الحكمة والألم. واليوم سنبحر بسفينتنا الخاصة حتى نكتشف هذه الشخصية الأدبية العظيمة. فيودور دوستويفسكي ولد في 11 من نوفمبر سنة 1821 في موسكو لعائلة متوسطة الحال. كانت طفولته مليئة بالكتب والأدب، وكان يتأثر بقصص القرون الوسطى والأساطير. تغيرت حياته بعد وفاة والدته بمرض السل، ما دفعه للحزن والكآبة وبدء شخصيته المنعزلة. دخل الأكاديمية العسكرية وبدأ محاولاته في الكتابة، حيث نشر روايته الأولى الفقراء، ثم تم القبض عليه بسبب نشاطاته السياسية، وكان على وشك الإعدام لكنه نجا في اللحظة الأخيرة. هذه التجربة غيرت رؤيته للحياة. بعد نجاته من الموت بدأ يكتب بأسلوب متجدد وعمق أكبر. كتبه مثل الجريمة والعقاب والأخوة كارا مازوف تبرز تأملاته حول الخير والشر والضمير. روايته الأبلة ظهرت في فترة كان فيها يعاني من ضغوط مالية وديون ضخمة، وكان يسافر بين مدن أوروبا مثل جنيف وميلانو بحثا عن الإلهام. في هذه الرواية تخيل شخصية الأمير ميشكينا الذي يمثل النقاء في عالم مليء بالفساد. دوستويفسكي كتب الرواية وهو يتساءل عن إمكانية وجود الخير المطلق في عالم مليء بالشر، وهل النقاء قد يكون قوة أم ضعفة؟ الخلاصة، دوستويفسكي لم يكن مجرد كاتب، بل كان فيلسوفا وروائيا عظيما، مؤمنا أن الحياة هي رحلة بين الألم والتساؤلات، وأن الصراع بين الخير والشر هو داخل كل إنسان. وفي النهاية، قبل أن نختم، لا تنسوا الاشتراك في القناة ودعمنا باللايك والشير. إلى اللقاء.